السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نعملوا مع بعض كيكه الليمون بكريمه مختلفه على اللي بداري تجربوه. كيكه رائعه والكريمه تاعها روعه. نحتاج لهذه الوصفه كاس تاع الفرينه، 4 كاس الحليب، كاس غير 4 تاع السكر، 4 تاع بياض البيض، 4 معالق كبار تاع الزيت، وباكي تاع خمارة الحلوى، وزوج مبشور البرتقال، وتاناك زوج عصير تاع زوج حبات تاع البرتقال، و 4 تاع صفار البيض، ورشة تاع الملح، وقطرة تاع الخل. بالنسبة للمبشور ناخدو غير داك الصفر، ما ناخدوش الابيض، خاطر هذاك الابيض يعطينا مرارة. نبديو هنا نطلعو في بياض البيض، دائما بيض البيض انا نطلعو مع قطرة تاع الخل، راح يجينا بيض البيض متماسك اكثر، ونزيد معاه رشه تاع الملح. هذه استوس باش تطلعو بيض البيض، كيتعاملو مع هذه القطره تاع الخل ولا قطرة تاع عصير الليمون. نقعد هايدا نطلع فيه حتى يولي رغوي، ونزيد عليه بالسياس نص الكميه تاع السكر، ماشي كامل الكميه، فقط نص الكميه. نتحصل على مورانك متماسكه. وهنا كما راكم تشوفوا تحصلت على المورانك هذه متماسكه. نتوقف ونمشي نخلط هنا كامل المكونات. خلط هنا الصفار، نزيد عليه الزيت، نزيد مبشور الليمون تاع زوج حبات كيما قلت لكم، رفدو الصفار ما تزيدوش البياض، ونزيد العصير تاع زوج حبات تاع الليمون، ونخلط فقط هيدا بالمضرب اليدوي. نزيد الحليب، ونزيد كمية تاع السكر نص الكمية، رشة تاع ملح، ونزيد هنا مركز الفرن، نزيد معاه باكي تاع الخمارة، ونخلطهم مع بعض. نخلط كل شيء مع بعض حتى ما يبقاليش هذوك الكويرات تاع الفرن. ومن بعد نجيب هذاك البياض ونزيدو على الخليط تاع السفر، ونبدا نخلط بشكل دائري من تحت للفوق بحيث ما نضيعش البياض. لازم يتخلط كامل مع هذيك الخليط تاع السفر. بعد ما تحصل هذا الخليط نعملو في الصينيه. نكتب لكم مقاسات الصينيه في صندوق الوصف بهم بالمقادير، واللي ما تعرفش صندوق الوصف فقط تضغط على العنوان. وندخلهم يطيبوا على فرن مسخن مسبق على 180 درجة. كي ندخل كورتون يخرج لي ناشف، ثم نجبد الكيكة تاعي. نحاول دائما نسوي الكيكة هكذا بالملعقة، ونضربها على سطح العمل باش نخرج منها الفقاعات، وتجيني الكيكة مستوية. وهنا بعد ما بردت لي الكيكة تماما، نسكبها هكذا بالكوردون، ونصغيها بجو تاع حبة تاع ليمون، نزيد معاها الماء حتى وصلت لنص كاس مع 4 معالق صغار تاع السكر، ذوبهم في هذا الخليط حتى يكون بارد، يعني الكيكة باردة وحتى هذا العصير بارد. ونخليها تشرب، ونمشيو نحضروا الكريمة. بالنسبة للكريمة نحتاج علبة تاع نستلي، حليب المركز المحلى يكون بارد، لازم يكون بارد مليح، خليوه في الفريقو علبة كاملة. نقعد نخلطو فيها هكذا حتى يولي الخليط هذا تاعنا أبيض، ونزيد معاها 1/4 كأس تاع الليمون. ما تخافوش منها، ما نجمش تجي حلوة بزيادة، لأن دوك كي نخلطوها بزاف يدخل لها الهواء، وكي نزيدو لها الليمون تعادل الحلاوة تاعها. ولا حبيتو تعملوها في المنزل راح نخلي لكم رابط الوصفة تاع حليب المركز المحلى.
ونزيد هاد الطبقة على الكيك، نوزعها كامل على الكيك، تجي متوازنة بزاف مع الكيكة تاعنا تاع الليمون. حاولوا توزعوها مليح باش تجيكم الكيكة المظهر تاعها شباب، وندخلها حتى تبرد مليح باش كي نعصصها تقعد لي الشكل حافظ لي على الشكل تاعها. بعد ما بردت نعصص الكيكة هكذا، نعصصها على اثنان في الوسط، أو نعصص كل جهة على اثنان، وفي العرض نعصصها على ثلاثة. جينا 12 القطعة حجم متوسط. كيكة خفيفة وسهلة ومقادير تاعها جد بسيطة ومتوفرة في كامل البيوت. حتى بالنسبة لحالي مركز المحلات تنجمو تحضروها في البيت بكل سهولة، راني حاملة الوصفة فقط بالحليب، ما تحتاج مكونات كبار. وهنا تزيين اختياري، يعني انا زينتها بدل اناناس كونسيرف، عملت فقط هيدا مساس في الكوتي. وتنجمو تزينوها بأي حاجة تحبوها ولا تخليوها اصلا هكذا سامبلها شاب. نتمنى عجبتكم الفيديو تاع اليوم، ما تنساوش تشجعوني باللايكات، واذا كنتوا اول مره تشاهدوا القناه ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. مازال ان شاء الله في الايام القادمه وصفات اكثر واكثر يكونوا احسن وفي المستوى اللي تحبوه. عملت لها خطوط بالشوكولا. شوفوا تبارك الله الكمية اللي خرجتها لي ما شاء الله. وهو هادي الكيكة تاعنا بالكريمة وبسكوي بزاف خفيف ومتشرب ما شاء الله، لعشاق الليمون تعجبهم بزاف بزاف. شوفوها كيفاش تجي من الداخل. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ونكونوا في احسن الاحوال. يلا سلام.